زين انت ذاك اليوم مجذب ايش كثر ايش حقه وقفت علي انا. لا لا انت كنت جت الدور حيل ترى. اللعبه هذه كلها اتامي يعني على فكره. يلا مايك مايك. منو 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 عين دغ منو هذا ما يسويها الا واحد فاهم اللعبه. عطلنا اجتماعي يا ربع. شنو شنو؟ تقدرون تسوون سكيب شو اسمه؟ اوف كورونا ميت! ايه تقدرون تسوون سكيب. انا مو ما اشرت على كورونا بس تقدرون تسوون سكيب فويد بس للعلم. ليش؟ صار هذا الالار صارت الخبصة الاكسجين شفت يوتشي طلع من غرفة ودش عندي بالكافتيريا. حلو؟ ها ها شنو شنو؟ بعدين نزلت ابي اسكر طوب الاكسجين ولا القى يامي بوي. فطقوا سكيب بويت بس خلوها بالصوره يعني. يا يامي يا كذاب انا بالنافيجيشن الحين كذاب انا كنت اوتو قاعد اسوي مهم كيفكم بس انا قاعد اقول سكيب بويت بس حطوها بالحسبان. يا يامي يا اوتشي اوكي نظامك انا يامي كان معاي يامي كان معاي بس عيل معناته اوتشي المهم حطوها بالحسبان. لا لا انا صوت عليك صراحه ابراهيم لان تحليلك من امه غلط صوت عليك اشك فيك انت جاي تسوي فيني يامي انت. والله انا فوت لان ما في دليل كافي. ولدن ما عندي ادنات مشكله بس حطوها بالحسبه. ابراهيم شنو هذا؟ اه ابراهيم ابراهيم يامي يامي وبطير سولف. انا بقول لكم شو اللي صار. لا سولف يلا انا بدي سولف سولف. انا بقول لكم لحظه يا جماعه الخير اللعبه مشكلتها انه ما فيها قسم. ما فيها قسم حبيبي في القران وقسمت عليه. لا حبيبي انا اتكلم انه ما فيها قسم. حلو انا اقول لكم يلا طق الالكتريك طفى الالكتريك. وين غرفه الالكتريك اللي بالنص؟ دشيت ابي اركب اللي هم الوايرات بس ماني عارف وين اللي قدام ولا اللي ورا. دشيت وين انا اروح حق اللي ورا؟ رجعت ولا جثه حبيبي وصديقي احمد متشرقده ويا ميامي. فانا راح اصوت على يامي وانتم كيفكم. فانتوا انتوا ضميركم اوكي انت صوت الله رقع ضميركم اوكي انت حي صوت. يامي انت اللي لقيت الجثه شو انا شوف انا كنت بالمدبي خلصت التست مال هذول التيوبز رحت بالكافيتيريا سويت ابلود وكانت الكهرباء طافيه فنزلت. وطبعا انا اول ما دشيت من المدبي الى الكافيتيريا اسمع بين ابراهيم وبعدين وانا نازل ليه اللايت عشان اسوي اللايت لاحقني ابراهيم. اول ما لقيت الجثه والابراهيم بظهري شاطق بسرعه الجثه ابراهيم كان يبي يسوي شيء كذاب على كبر حجمك كذاب بطير. شوف شوف كيفكم كيف من اللي صوت علي يا عبيد خير شوف. خير ان شاء الله. اوف يعني انت يامي؟ لا مو انا.
Yeah, you can play. Why not? بس لازم voice chat. يا النوب يا النوب يا النوب يا الخبوب شان طلع قهوة لاحقني الزفت توني بطق الامرجنسي كان يصيبني الكلب ذبحنا ونزل بالزبالة الكلب زبالة 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 لا ما صوت علي والله يا جماعة طلع نصاب انت اسلوبك خايس ابراهيم ما ادري ايش فيك الظاهر مو شارب قهوة انا حاب اقول شيء ترى يامي توهكت معاك تدري شلون طقيت لك سجين وعندي كول داون ليه قادر عندك كول داون عشان شيء قاعد حاسب انك بسرعه شلون يامي انت شلون كنت يجمع شو اسمه احمد انا صج فوق نزلت ولا القاك انت طاق ريبورت على جثة احمد توقعت انت اللي دافع طاق ريبورت طفيت الليتات وقفت وياه سكرت معاه الليتات ترى ذبحه واروح بالبنت اللي ورا على المدبي انا عبالي تاب اليامي لانك ان يمي وين يامي وشي قاعد اقول الظمي خلي ولا ضوين اصلا وين يامي انا كاني وين بر... اي لحظه انا يلا بالرياض اللي وينه بس كلش مو بالصوره ما حد شاك فيني كان لان عفسنا ابراهيم من اول الجيم انا شفت ولا شفت أدل أنت إيه كلش أنا يوم ذبحتني شكيت فيك صراحة لا غلط يعني إبراهيم أنت لازم تعدل شوية من أسلوبك شوي حاضري والله صوت الاوتو ما حتصلح انا كنت بالالكتريك ليش ما صلحته الله يصلح هذا ولا لازم تحاسب يا الربع عشان الكل يفهم الاوتو بالذات لازم اثنين واحد بالاتم وواحد فوق بالاكسجين انا قاعد اصلح معي واحد قاعد يصلح لا لا الاكسجين بالذات الاكسجين لازم واحد بالادمن وواحد بالاكسجين ضروري اسنا ابراهيم انا كنت بالالكتريك وعندي ثلاث شغلات بالالكتريك قلت اكيد الشباب راح يصلحون ففاز عن طريق ان الاكسجين راح